بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الأولى، إن شاء الله نرجع نكمل وياكم المحاضرات. اليوم lower limb 4 يكون موضوعها about the areas of the lower limb. الأريز اللي موجودة عندنا باللور limb تشمل femoral triangle, femoral canal, femoral ring, adductor canal والpubliteal fossa. قبل لا ندخل باللكتشر 4 عندنا المحاضرة السابقة اللي كانت about the joints of the upper limb, lower limb sorry. فاتنا انه نذكر اهم joint اللي هو knee joint. طبعا واحد من الطلاب مشكور ذكرني بيها، للأسف انا كنت محضرها بس ما قدرت انه اربطها او جاهزة كانت وكاملة، بس ما ادري شلون يعني غافلت عنها. فاليوم راح ناخذ الني جوينت وبعدين نكمل ان شاء الله اللور limb 4. بالنسبة للني جوينت باي كوندايلر تايب synovial joint، معروف انه هو synovial joint. باي كوندايلر يعني عندنا الفيمر والتيبيا اللي يمثلن الني جوينت بها كوندايلز، فيسموها باي كوندايلر. الموفمنت اللي مسموحة بالني جوينت هي فليكشن اكستنشن. زين، الارتكوليشن مال الني جوينت هي عبارة عن 3 بونز، الفيمر والتيبيا وياها الباتيلا. هذا هو الني جوينت. زين، هنا عندنا بالنسبة للارتكوليشنز مالته يقول لك التيبيو فيمورال قسمين، طبعا هو عندنا 2 articulations التيبيو فيمورال والباتيلو فيمورال. يعني اذا اخذنا الجوينت كقسمين، قسم يمثل الفيمر أباف وقسم يمثل التيبيا والباتيلا بلو، فهنا الجنكشن راح يصير بين التيبيا والفيمورال الفيمر والباتيلا والفيمر. فاول articulation هو التيبيو فيمورال. Medial and lateral condyles of the femur articulate with the condyles of the tibia. هذا عندنا اللي هذا يسمونه bicondylar، لأن الفيمر والتيبيا اثنيناتهم بهن condyles. الباتيلوفيمورال من اسمها anterior و a distal part of the femur articulating with the patella. هذا الجزء اللي يمثل ال anterior و a distal part راح يسوي articulation ويا الباتيلا. النيوروفاسكولار سبلاي اوف ذا ني جوينت ايش راح يكون عندنا؟ اول شيء البلاد سبلاي، هنا اكو انستوموسز اراوند ني جوينت يسموها جينيكولار انستوموسز، تصير اراوند ذا ني. هاي الجينيكولار برانش تجي المين ارتريز مالتها هي تجيني من البوبليتيال والفيمورال ارتري. بس راح نجي احنا ناخذ الفازلز مال اللور ليب. الفيمورال هو نفس الكونتينويشن مالته راح يكون بوبليتال ارتمين يدخل الى البوبليتال فوسا، فنفسه هو الفيمورال امتداد راح يكون البوبليتال ارتري، فراح تطلع من عندها هاي جينيكولار برانشز. طبعا عندنا سوبيريور وعندنا انفيريور. السوبيريور تكون لاترال وميديال سوبيريور جينيكولار، و الانفيريور تكون ايضا لاترال اند ميديال، وبالاضافه الى اكو واحد هم ميدل. فكلها هذه راح تمثل لي يسموها جينيكولار انستوموسز اراوند ذا ني جوينت. بالنسبه للنيرف سبلاي، عندنا النيرفز اللي تمر من الني جوينت هي الفيمورال والتيبيال والكامون بيرونيال او يسموها كامون فيبيولار نيرفز، هي هذه تسوي سبلاينج الى الني جوينت. زين، نجي هسه بالنسبه للليجامنتس والكارتج اللي موجودة بالني جوينت. أول شيء عندنا اللي أهم شيء اللي هي المينسكاي، منسكاس جمعها منسكاي. عندنا ميديال ولترال منسكاي اللي هي عبارة عن كارتلج، فايبرو كارتلج. هذا السي شيب اللي دا نشوفه هنا هي هاي المينسكاي، الغضاريف الداخلية تكون سي شيب اتاتش ات بوث اندز to the intercondylar area of the tibia. هاي المنطقة اللي سميناها intercondylar tibia، هاي بالنص تجي هاي السي شيب تسوي attachment. هنا عندنا medial وعندنا lateral فتسوي الاتاتشمنت بالintercondylar area of the tibia. بالنسبة للميديال meniscus اللي هي هذه تكون fixed
to the tibial collateral ligament. اكو ليجمنت هنا صاير على الصفاح، واحد هنا ميديال واحد لاترال. فهنا الميديال منسكس راح يسوي اتاتشمنت ويا التيبيال كولاترال ليجمنت. نشوفه هنا اوضح. شوفوا هذا المينسكاس الميديال، شوفوا شلون مسوي اتاتشمنت او جوينينج ويا الميديال كولاترال ليجمنت. عكس اللاترال منسكاس هذا يكون سمولر، شوفوا الميديال اكبر منه، وبنفس الوقت يقول لك دونت هاف اتاتشمنت ويا الكولاترال ليجمنت. هذا هو اللاترال منسكاس، شوفوا هنا الكولاترال ليجمنت ما مسوي اتاتشمنت وياه. هذا طبعا يسوي لنا خطر الإصابة دائما عند الواعي بالطوبة، دائما اللاترال يكون معرض انه يصير بانزلاق اكثر. ليش؟ لان هنا ما مسوي سبورت الى الكولاترال ليجمنت بعكس الميديال اللي مسوي جوينينج، وبالتالي راح ينطي ستيبيليتي ويعطي بروتكشن. زين نجي على موضوع اخر يسمونه البارسي اوف ذا ني جوينت، البارسي او البارسا. شنو تعريفها هاي البارسا؟ هي عباره عن ساك اوف فلويد، اكياس من الفلويد تكون محصوره في مناطق الجوينتس بين البون وبين المسلز، sometimes بين البونز itself، sometimes بين البونز والتندن. كلها هاي الغرض منها انه تقلل الفريكشن الاحتكاك، لان هذا الجوينت هو موفبل سايت، فالجزء حركي، فهنا للحفاظ على هاي الحركه على مود ليس عندنا فريكشن احتكاك بين الستراكشرز، راح تكون عندنا هذه المجسات او شلون نقول الديسكات اللي موجوده بين الستراكشرز على مود تقلل الفريكشن. فالبرسي هي عباره عن سينوفيال فلويد فيل ساك. عندنا فور برسي اني جوينت، طبعا هن هوايه بس المين وان هن الفور. عندنا كل شيء هوايه موجوده بالني جوينت، لكن المين وان هن اربعه. وحده من عندنا يسموها سوبرا باتيلر برسا. سوبرا باتيلر، خلينا ننتبه على اسمها على مود نعرف وين نلقاها. سوبرا باتيلر برسا، هاي الباتيلا صايره فوقها. وين راح تجي؟ بتوين الكوادرايسبس فيموريس والفيمر. هاي المصل هنا السودة اللي جاية هنا، اللي التندن مالته هنا مبين، هذا هذه يسموه تندن اوف ذا كوادرايسبس فيموريس مصل. من تجي تشلي بتسوي اتاتشمنت بالباتيلا راح تحتك بالفيمر، فلازم اكو بيناتهم فد حاجز او ديسك معين اللي هو هذا يسمونه سوبرا باتيلر بارسا. هاي اول وحدة. بعد بري باتيلر بارسا، شوف اسمها بري باتيلر يعني قدام الباتيلا، بري باتيلر بارسا. هذه وين صايره؟ يقول لك بتوين الباتيلا اند ذا سكين، هنا بين اكثر. هاي على مود هنا الموفينج الباتيلا لا يحتك بالسكين، فبيناتهم يصير بري باتيلر بارسا. انفرا باتيلر بارسا هم اسمها نفس الشيء ينطبق عليه، هاي صفر انفرا باتيلر يعني بلو ذا باتيلا. عندنا نوعين ديب وسوبرفيشال، شلون راح نفرقهن؟ الديب وان اللي هي هاي، هذين اثنيناتهم الصفر موجود هنا اوضح. الديب وان وين راح تكون؟ تكون بتوين التيبيا وتكون بتوين الباتيلر ليجمنت. هذا الباتيلر ليجمنت اللي ينزل فروم انفيريور سيرفيس اوف ذا باتيلا ويجي على التيبيال توبروسيتي. فهنا behind this ligament راح تكون عندي يسموها deep infrapatellar bursa. السوبرفيشال وان تكون between الباتيلي باتيلر ligament والسكين، هذه وصار عندي اثنين infrapatellar، واحدة deep واحدة superficial. الأخيرة اللي هي يسموها semi membranous bursa، semi membranous bursa اللي هذه تكون المسلز اللي هي سيمي ممبرينس مسل اللي تجينا من الثاي وتنزل على الني جوينت، هذه راح تكون بينها وبين الميديال هيد مال الجاسترونيميس انذر مسلز موجوده عده بالليج بوستيريور سيرفيس اوف ذا ليج، راح تكون عندي برصة اسميها سيمي ممبرينس برصة. هنا نوضحها بالبوستيريور سيرفيس، تجي عندي من هنا السيمي ممبرينس، تا
التندن مال المصل، ومنا يبدي عندي التندن مال الجاسترونيميس، هاي يسموها الكرشة مال الرجل، هي تكونها الجاسترونيميس مصل. فبيناتن هاي التندن راح يكون عندي هاي البرصة اللي يسموها سيمي ممبرينس برصة. اوكي زين، هسه نجي على الليجمنتس بالني جوينت. شنو هي الليجمنتس اللي موجوده عندي؟ اول شيء عندي الباتيلر ليجمنت، ذكرناه وايد الباتيلر ليجمنت. شوفه هنا أنا ما واضح عندي، لكن بالرسم السابق موضوع وشرحناه، هذا هو الباتيلر ليجمنت، هذا باتيلر ليجمنت موجود، يمتد من الانفيرير سيرفيس مال الباتيلا وينزل باتجاه التيبي، this one. زين، فيقول لك continuation of a quadriceps femoris tendon attached to the tibial tuberosity. شوف من نرجع على هذا الرسم، هذا الليجمنتس امتداد المن للتندن مال الكوادرايسبس اللي جاي من الثاي، جاي التندن مال الكوادرايسبس مسوي اتاتشمنت بالباتيلا، بعدين ممتد ومسوي لي هذا الباتيلا ليجمنت اللي يمتد من الباتيلا باتجاه التيبيا بالتيبيال تبروسيتي. هذا اول تندن موجود عندنا. زين، نجي على الكولاترال ليجمنتس، ذكرناها قبل شويه، اللي عندي ميديال ولاترال او sometimes called tibial and fibular ligament. فعندي التيبيال اللي هو يمثل الميديال سايد باتجاه التيبيا، هذا يقول لك attached to the medial epicondyle of the femur and tibia. هنا أنا هاي الابيكوندايل موجوده هنا أنا، فراح يسوي بها attachment. الفيبيولار او يسموها اللاترال كولاترال ليجمنت، هذا يكون ثينر، شوف مقارنه بهذا يكون ثينر، اتاش تو ذا لاترال ابيكوندايل اوف ذا فيمر، ويجي بعدين على اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبيولار هيد بهالشكل هذا. اوكي، بعد ايش عندنا؟ عندنا الكروشييت ليجمنت الصليبيه، هذا الواعي بالطوبة أكثر شيء يصير عندهم قطع صليبي يسمونه، يعني هذا من يصير عنده قطع صليبي يعني بعد ما يلعب طوبة يقعد يسكت، فيسموها الأربطة الصليبية crochet ligaments. عندي anterior وعندي posterior، هذا الرسم واضح عندي، الأزرق هو يمثل الأنتيرير والأصفر اللي وراه يمثل البوستيرير. فالانتيرير crochet ligament الاتاتشمنت مالته at the anterior intercondylar region of the tibia ascends posteriorly to attach to femur in the intercondylar fossa. شوفوا هنا الانتيرير كروشييت ليجمنت، ليه سموه انتيرير؟ راح يطلع من الانتيرير سيرفيس مال الانتركوندايلر ريجن مال التيبيا ويروح posteriorly، يروح بهالشكل الدايركشن مالته posteriorly، ايضا راح يتشلب بالفيمر بالمنطقه اللي ايضا اسمها الانتركوندايلر ريجن اللي موجودة على الفيمر. فبدأ من بداية anterior surface مال التيبيا وانتهى بالposterior surface مال الفيمر. مقابل الposterior crochet ligament الاتاتشمنت مالته at the posterior intercondylar region of the tibia، راح يبدين بالposterior مال الانتركوندايلر مال التيبيا من ورا، وايضا راح يصير بي ascending، راح يروح باتجاه الفيمر وين يسوي attachment؟ attach to the anterior medial femoral condyle، راح يسوي attachment بالانتيرير سيرفيس مال الفيمر. فهنا ايش راح يصير؟ راح يتقاطع لان الانتيرير متجه posteriorly وهذا البوستيرير جاي من البوستيرير متجه انتيرير، فراح يتقاطع. فمن افتح الني جوينت above أباو علي السوبريرلي أشوف إن كروسينج متقاطعات، لهذا يسموها كروشييت ليجمنتس الصليبية. زين، what is the movement of the knee joint؟ طبعا عندنا هنا four movements راح تصير عندي بالني جوينت، عندي الإكستنشن والفليكشن هنا واضحة عندي اللي تقوم بها الكوادرايسس فيموريس، إكستنشن وفليكشن هذه واضحة عندي. بعد عندنا الفلكشن اللي تقوم به الهامسترينجز مسل، الجراسيلاس سارتورياس والبوبليتياس. الاكستنشن راح يكون على عضله واحده الكوادرايسبس، والفلكشن راح يكون فور مسلز. زين، عندي الروتيشن ايضا راح تكون لاترال وميديال، هذه الروتيشن، روتيشن هنا عندي شوف along longitudinal axis
of the leg هنا، فيقوم يفر ال leg laterally و medially. laterally يفرها lateral rotation، هنا medial rotation. فعندك ال lateral rotation راح تقوم بأيضا مصل واحدة يسموها biceps femoris، فراح صارت عندي الكوادرايسبس على الاكستنشن والبايسبس على اللاترال روتيشن. بالنسبه للميديال 5 مسلز راح تقوم بهاي العمليه اللي هي السيمي ممبرانوس السيمي تندنوسس مسل ويها الجراسيلس والسارتورياس والبوبليتس مسل. اوكي، تلاحظون هنا انا بالنسبه للجراسيلس والسارتورياس والبوبليتس متكرره عندي، جراسيلس سارتورياس بوبليتس، نيناتين يسوون فليكشن وميديال روتيشن. اوكي زين، ننتقل هسه الارياز اوف ذا لور لم. خلصنا الني جوينت، هسه راح ننتقل الى الارياز اوف ذا لور لم. اول اريا راح تجيني هي يسموها الفيمورال تراينجل، هذا موقعها هولو اريا ان ذا انتيرير تاي، هذا كله هو الثاي، هذا الانتيرير اسبكت مالت. Neurovascular structures pass through this area and can be accessed easily. يقول لك شنو اهميته هذا تراينجل؟ ليش بدنا نقراه؟ ليش بدنا ناكد عليه؟ يقول لك لان هنا Neurovascular structures pass through. لهذا يعتبر anatomical and clinical importance. شوفوا احنا كل سبيس موجود، هسه لو اطلع لك ملايين السبيسز اللي موجوده بالبودي، اللي تصنعها المسلز ان بتوين، تصنعها التندنز ان بتوين، تصنعها البازلز من يتشابشن مع بعضها، اكو ملايين سبيسز موجوده عندي بالبودي، لكن اكو سبيسز احنا نركز عليه نسميه اناتوميكال، واكو سام تايمز سيرجيكال يركزون عليه فيسموه سيرجيكال سبيس. ليش اكتسب هاي الاهميه؟ ليه صار اناتوميكال وليه صار سيرجيكال؟ السبيس هنا يكتسب اهميته من الستركتشرز ذات باس ثرو. اذا كان هذا الستركتشر كلش مهم، مثلا نيرف مهم او ارتري او فازل، الى فد اهميه معينه الى فد اريا معينه ويفوت بهذا السبيس، هذا راح اسميه اناتوميكال سبيس لان عندي سيجنيفيكانت ستركتشر باس ثرو. ليه سيرجيكال؟ عندي مرات هنا يتعرض الى دمج هذا النيرف، فراح يؤدي لي منطقة كبيرة، أو فازلز ينضر وبيصير بي دامج ويسوي عندي بليدنج ويسوي لي عندي سيريس بروبلم، فهذا لازم أتدخل جراحيا على مود أعالج هاي المشكلة، هذا يسمونه سيرجيكال سبيس. فهنا أنا السبيس ياخذ أهميته من الستركتشرز ذات باس ثرو. فهنا الفيمورال ترينجل يقول لك نيورو فاسكولار ستراكشرز باس ثرو، هم نيرز وهم ارتريز تفوت بي، فلهذا يعتبر اناتوميكال اند كلينيكالي امبورتنت. شنو البوردرز اوف ذا ترينجل؟ هو مثلث 3 بوردرز. السوبيريور بوردر احنا راح تكون هذا الستراكشر يسميه انجواينال ليجمنت اللي يمتد من الانتيرير سوبيريور اليك سباين، انتيرير سوبيريور اليك سباين لاترالي الى البيوبيك تيوبركل ميديالي، هذا السوبرير بوردر. اللاترال بوردر هنا راح تكون السارتورياس مسل، الميديال بوردر مالته راح يمثل اللاترال بوردر. الميديال بوردر هنا راح تكون الميديال بوردر اوف ذا ادكتر لونجس مسل. زين ليش ما قال هاي المسل صايره ميديالي؟ ليش ما قال اللاترال بوردر قصده على هاي المنطقة؟ يقول لك the rest of this muscle forms part of the floor of the triangle. يقول لك هنا ذكر انه الميديال بوردر مال الادكتر لونجس هي اللي راح تحدد لي التراينجل، لان اغلبها المسل كلها صايرة ضمن الفلور of the triangle. اوكي، بعد بالنسبة للبوردرز مالته عنده فلور وعنده روف. anteriorly الروف is formed by the fascia lata. اكو هنا فاشيا راح ناخذها هنا ان شاء الله يسموها fascia lata، هي تكون للروف مال الفيمورال تراينجل. posteriorly البيس مال التراينجل is formed by pectineus muscle، هذه اليوسوس اللي هي عباره عن two muscles الياكس وسوس، سموها اليوسوس muscle، بالاضافه للادكتر لونجس،
هذه اللي ذكرناها، شوفوا اللي قلنا عليها الميديال بوردر مالتها، هو راح يكون البوردرز مال التراينجل، فاغلبها هي صايره ضمن الفلور. اوكي، الانجوينال ليجمنت هذا الواحد من السوبيريور بوردر اكت از فلكسر ريتينكولم. فلكسر ريتينكولم يعني مثل هاي اللي اخذناه بالابر ليمب، اللي يكون مثل الساعه بالمعصم بالريس جوينت، هاي بيتندن جوه هوايه، فهو لازم هنا مثل التيب من يصير بهن فلكشن واكستنشن، هنا هو راح يحافظ على البوزيشن مالتهم. فهنا الانجوينال اللي قامت نفس الشغل راح يكون، راح يكون على شكل فلكسر ريتينكولم سبورت الكونتنتس اوف ذا فيمورال تراينجل ديورينج فلكشن ات ذا هيب. وات از ذا كونتنتس اوف ذا فيمورال تراينجل؟ راح ناخذها من اللترال الى الميديال. هذه هي الفيمورال تراينجل. اول شيء عندنا لترالي هو الفيمورال نيرف اللي يسوي انرفيشن الى الانتيرير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، وايضا راح يسوي لي سنسوري انرفيشن ينطي برانشات الى الليج والفوت. هذا هو الفيمورال نيرف، اول واحد لترالي. ورا راح يجي الفيمورال ارتري اللي مسؤول عن supplying of the majority of the lower limb. بعدين راح يجيني الفيمورال vein اللي يجي عليه الجريت سافينس فين يسوي بيه draining. طبعا الجريت سافينس فين هو superficial والفيمورال هو deep، فدائما superficial يتجه الى الديب ويسوي بيه draining. فهنا draining مال الجريتر سافينس فين راح يكون within للتراينجل. بعد اتجهنا ميديالي راح تصادفنا الفيمورال كانال اللي تحوي بداخلها لنف نودز وفازلز، هذه هي عند اشوفها هنا. زين يقول لك الفيمورال ارتري والفين والكانال ار كونتين within facial compartment، محاطة بفد غشاء، هذا الغشاء اسميه فيمورال شيث. تلاحظون هنا شلون محوطه فيمورال شيث هاي. اوكي، هنا اكو فد هنا يسمونه اكرونيم اللي هو good way for remembering، على مود التذكير. يقول لك دائما عامل لا تنساها from lateral to medial. يلخصوها بنافل. نافل يعني الان نيرف، الاي ارتري، الفي فين، الاي اللي هي تمثل empty space اللي هي الكنال، واخر شيء اللمفاتكس اللي موجوده within the canal. فيلخصها بهالشكل هذا empty space، هذا this is important as it allow veins and lymph vessels to distend. هنا يقول لك ملاحظة، ليش هنا اكو فد عندي canal او عندي هنا space؟ يقول لك لان هنا الفين من خصائصه هو واللمفاتيك فازل يصير بيهن distension من ينترسن blood، فهنا لازم ياخذ راحته، لازم اكو فد سبيس على مود يصير بي ديستنشن على راحته. فيقول لك هذا الكنال او هذا السبيس اللي موجود يسمح للفين واللمفاتيك فازل تو بي ديستندد. اوكي، زين نجي على موضوع اخر الفيمورال كنال، بعد بنفس الموضوع بس احنا شوي شوي بنطب ديب يعني مور ديتيلز. فنجي على الفيمورال كنال اللي هي اناتوميكال كومبارتمنت لوكيتد بال anterior thigh the smallest and the most medial part of the femoral sheath. هاي femoral sheath اللي ذكرناها قبل شوية هي تكون the most medial one and the smallest، بحيث it is about 1.3 centimeter long. هذه هي genial borders of the femoral canal. هذا الرسم عندي، هذا الأصفر هو يمثل الكنال. خلينا نشوف located in the anterior thigh within femoral triangle، هاي نعرفها ذكرناها سابقا. rectangular shape compartment with four borders and opening. هنا نهاية الكنال راح تكون rectangular يعني رباعية الشكل وبيها أربع أوجه أو four borders وياها opening. خلي نشوف الميديال border، هذه قصد عليها الميديال سايد بنا. عندنا لاكيلر ليجمنت، هذا ليجمنت موجود عندي هنا يسموه لاكيلر ليجمنت.
اللاترال بوردر راح يكون الفيمورال فين. هسه احنا خلينا ننتبه على هاي المنطقة الصفراء اللي هي الكنال، منها ميديالي لاكنر ليجامنت ولاترالي راح يكون الفيمورال فين. زين انتيريورلي طبعا هذا الفيو دابا عليه بوستيريورلي، هذا الميديال هذا اللاترال ان دابوا على البون، هذا البلفيك بون دابوا عليه بوستيريور، يعني هاي الانتيريور وهنا البوستيريور. فبالنسبة للانتيريور بوردر راح تكون هذا الخط الاخضر اللي هو يمثل الانجواينال ليجامنت. بوستيريور بوردر اللي هي هاي المنطقة راح تمثل البكتينيال ليجامنت اللي هو هذا البكتينيال ليجامنت اللي يمشي على البيوبيك بون. طبعا هذا يقول لك سوبرير ريموس اوف ذا بيوبيك بون اند بكتينياس مسل، هذا البكتينيال لاين البكتينياس مسل سوي بي اتاتشمنت، وبنفس الوقت هو يعتبر السوبرير ريموس اوف ذا بيوبيك بون. اوكي يجي مصطلح اخر سمونا الفيمورال رينج. الفيمورال رينج opening to the femoral canal located at its superior border، يحددها بالsuperior border وينها هذه الرينج اللي اخذناها الفتحة مالتها، هاي كلها هاي الكنال اخذناها كلها الفتحة مالتها الفوقانية هي اللي تمثل الفيمورال كنال. اوكي Closed by connective tissue layer اللي يسموها الفيمورال سبتم اللي يكون pierced by lymphatic vessels اللي exiting الكنال. فهنا صار عندي هذا كله الفيمورال تراينجل بذن structures من النيرف artery vein بعدين عندي الكنال فيمورال كنال. هاي الفيمورال كانال موجود الفتحة السوبرير مالتها هي يسموها فيمورال رينج وتكون مغطى بكونكتيف تيش يسمونه فيمورال سبتم. اوكي What is the contents of the femoral canal؟ ذكرناها اكثر من مرة بس راح نرجع لها. lymphatic vessels موجودة عندي تسوي دريننج للديب انجوينال لنف نودز، وياها اللنف نودز اللي هي يسموها اللاكولار نودز لان قريبة من اللاكولار ليجامنت. هذا empty space فراغ موجود على مود الديستنشن مال الفينز قلنا، وياها لوز كونكتيف تيشو. لوز كونكتيف تيشو يعني يحوي البلد فازلز. سو هاي ذكرناها empty space allow distension of the adjacent femoral vein so it can copy with increase the venous return. من يستعد عندنا هنا البلد داخل الفين راح يصير في distension فراح ياخذ هذا المجال اللي هو الامتي سبيس اللي موجود بالكنال. نجي موضوع اخر او اريا اخرى اللي يسموها الدكتر كنال، sometimes called hunters canal sometimes called subsartorial canal، كلها نفس الاسم. narrow conical tunnel يعني عبارة عن قناة مخروطية، هذه اذا اباوع عليها cross section راح اشوفها medially بهالشكل هذا، واذا اباع عليها anteriorly هذا هو الثاي عندي، هذا الانتيريور هذا الميديال سايد اللي راح يمثل لي الادكتر كنال. 50 سنتيمتر لونج طولها 15 اكستند فروم ذا ابيكس اوف ذا فيمورال تراينجل تو ذا ادكتر هياتس اوف ذا ادكتر ماجنس. شوفوا هنا انا عندي هذا اللي موجود تذكرونه الفيمورال تراينجل، من الابيكس مالته راح تمتد عندي هاي الكنال اللي يسموها الادكتر كنال وتنتهي بفتحة يسموها الادكتر هياتس، فتبدي من الابيكس مال الترينجل وتنتهي بالادكتر هياتس. اوكي سو سيرف از باسج واي فروم ستراكترز موفينج بتوين انتيرير ثاي اند بوستيرير ليج. هاي الادكتر هياتس هي عبارة عن ممر between the anterior compartment اللي موجودة بالثاي وال posterior compartment اللي موجودة بالليج، يعني تعبر لك ال structure من ال anterior الى ال posterior. So شوف هسه احنا من حكينا بالنسبة لل femoral triangle قلنا موجود space بال anterior of the thigh
بعدين من الابيكس مالته راح يصير امتداد اللي هو هذا يسموه الادكتر كانال، ينتهي بهاي الفتحه اللي يسموها الادكتر هياتس اللي تربط بين الانتيرير ستراكشرز اللي موجوده بالتاي ويا البوستيرير ستراكشرز اللي موجوده بالليج. فكل شيء مرتبط في شيء، تراينجل مربوطه بالكانال ومربوطه بالهياتس، كلها نفس الكانال بس كل وحده لها اسم معين. اوكي، What is the borders of adductor canal؟ هنا أنا بالنسبة للبوردرز راح يكون muscular structures يعني surrounded by muscles. Anteriorly راح تكون sartorius، العضلة الخياطية يسموها sartorius anteriorly. Laterally vastus medialis، lateral side راح تكون vastus medialis. Posteriorly راح تكون adductor longus وياها المجنس. بالنسبة للأبيكس of the adductor canal هي يمثل الأدكتر هياتس، هذه الفتحة اللي موجودة هنا ذكرناها. الأدكتر هياتس gap between the adductor and hamstring attachments of the adductor magnus، هي فتحة صايرة between two parts of the same muscle اللي هي المجنس. المجنس هاي اكبر عضلة موجودة بالنسبة للأدكتورز، هاي اللونجس والبريفيس والمجنس. المجنس هنا بيها two parts، واحد يسمونه هامسترينج واحد يسمونه أدكتور بارت. فمن يسوي اتاتشمنت كل واحد راح يسوي اتاتشمنت في بارت من الفيمر، فاللي سبيس اللي بيناتهم يسمونه أدكتور هياتس. What is the contents of the adductor canal؟ طبعا قلنا هي تعتبر passageway for structures moving from the anterior thigh to the posterior leg. فتقريبا نفس structures اللي موجودة بالتراينجل هي راح نشوفها هنا. الفيمورال artery، femoral vein، nerve to vastus medialis هذا جديد، وعندنا السافيناز نيرف اللي يكون largest cutaneous branch of the femoral nerve. شوفوا هنا احنا ما شفنا الفيمورال نيرف موجود، بس شفنا البرانش مالته اللي هو يسمونه السافينس نيرف. زين، as femoral artery and vein exit the canal، من يطلع من الكنال ذن الارتري والفين، they become popliteal artery and vein respectively. احنا قلنا الادكتر هياتس اللي موجوده هذه هنا تربط لي الانتيريور ثاي ويا البوستيريور ليج، فمجرد ما يدخل الفيمورال ارتري والفين بهاي الفتحه يطلع من البوستيريور سيرفيس مال الليج راح يسموه بوبليتيال ارتري. اذا احنا نعرف ان البوبليتيال ارتري هو كونتينيويشن اوف ذا فيمورال ارتري والفين نفس الشيء. زين، نجي هسه على البوبليتيال فوسا. دايموند شيب بشكل معيني found on the posterior side of the knee يعني بظهر الني جوينت، تعتبر المين pathway in which structures move from thigh to leg. قلنا هاي الادكتر هياتس راح تعبر structures من الثاي وتدخله الى الليج، فالممر راح يكون البوبليتيال فوسه. What is the borders of this fossa؟ احنا نعدي four borders راح تكون لي ان هو شكل معيني. قلنا diamond formed by muscles in the posterior compartment of the leg and thigh. كل شيء موجود posteriorly هو راح يكون لي البوبليتيال فوسي، لان هي اصلا صايره posterior surface of the knee. عندي superior medial و superior lateral الفوقانيات. superior medial متكونه من السيمي ممبرينس مصل، مقابلها superior lateral راح تكون البايسس سيموريس. الانفيريور عندي inferior medial وعندي inferior lateral. الانفيرو ميديال هي راح تكون الميديال اوف ذا جاسترونيميوس مسل، هاي العضل الكرشيه جاسترونيميوس مسل متكونه من ميديال هيد ولاترال هيد، فاثنيناتهم راح يكونن الانفيرو ميديال اند انفيرو لاترال بوردر اوف ذا بوبليتيال فوس. زين، ايضا بالنسبه للبوردرز البوبليتيال فوس هاز فلور اند روف. اوكي، الفلور مين يتكون عندي؟ posterior surface of the knee joint capsule بالإضافة لل posterior surface of the femur، هذا راح يكون الفلور. بالنسبة للروف
هنا راح يتكون من two layers. أول شيء البوبليتيال فاشة اللي تغطي لي هاي الجزء بالإضافة إلى السكين. وطبعا هاي الفاشة continuous with the fascia lata of the leg. What is the contents of the popliteal fossa? نرجع المين channel for neurovascular structures entering and leaving the leg. Contents راح ناخذها من الميدل إلى اللاترال. من الميدل راح يكون عندي أول واحد البوبليتيال artery. وراح يجي الفين. ورا راح يجي عندي two nerves. التيبيال نيرف والكامن فيبيولار نيرف اللي هو يكون الموس لاترال 1. طبعا ذن اثنيناتهن هن برانشين الى نيرف يسموه سياتيك نيرف اللي يسوي للحاله اللي يسموها سياتيك اللي هي عرق النسه. فهذا لو اكملهن لي فوق راح يكون سياتيك نيرف اللي هو اللارجست نيرف ان اور بادي راح ينقسم الى قسمين تيبيال وكامن فيبيولار اور سام تايمز كولد كامن بيرونيال نيرف. بعدنا بالكونتنس راح ناخذ التفاصيل مال الكونتنس. بالنسبه للتيبيال والكامن فيبيولار نيرف يقول لك ار ذا موست سوبرفيشال كونتنس اوف ذا بوبليتيال فوسا. ماشي. وبوث ار برانش اوف سياتيك نيرف. هذا هو سياتيك نيرف. زين بالنسبه للكامن فيبيولار نيرف راح يكون فولوينج البايسس فيمورس. هذه البايسس فيمورس راح يمشي وياها along the lateral margin of the popliteal fossa. هاي البوبليتال فوسا هو على اللاترال مارجن مالت. زين عندنا السمول سافينس فين. هذا بيرسينج البوبليتال فاشا. احنا مو قلنا اكو عندنا بالروف هنا فاشا. دائما السوبرفيشال فين تكون اوتسايد الفاشا والديب تكون انسايد. ودائما السوبرفيشال يسوي درينينج بالديب. فهنا هذا السمول سافينس فين راح يتجه باتجاه البوبليتال فين عم يسوي بيه دريننج. فلازم يخترق الفاشا اللي موجوده هنا يسموها بوبليتال فاشا او ذا بوبليتال فوسا انترينج الفوسا وصاير دريننج بالبوبليتال فين. زين الديب ستراكشر بالبوبليتال فوسا هو من هو عندنا البوبليتال ارتري اللي هو continuation of the femoral artery travels into leg to supply it. Okay. Thank you very much. That's all I